الساعة قد ارتحنا بطاجة سميتها ارت بيلور. إذا مباشرة من ريزورت الكسوس أفخم وأرقى أوتيل في العريش اللي بغى يتمتع بالحياة ديالو هو مقبل مع المهم تابعونا على صفحة العرائش أنفو مع الأخ الأستاذ عبد القادر الصبيطي. إذا قريبا غادي نحيطكم بجميع يعني الجهودات اللي كيقوم بها الفريق العامل في أرت ميديا بصفة خاصة يعني متكون من عبد الرزاق حوزي محمد الحوزي وفنانة خديجة السوسي مقدمة ديالنا. ودابا قلنا ديك اشرح لهم برنامج الاولى ديك المسألة اللي قلتي ديك خاصة اللي كانت ديال ارسي صادفتوا شي واحد قلتي شكون؟ صادفنا مجموعة من الفنانين قول من بينهم ويزي دولز يلا كلشي كلشي بطل عالمي الاكروبات وكاين انتصار فيغاس هذاك السايح بطل عالمي الاكروبات وشنو هي المفاجآت اللي كينتظر منكم الجمهور؟ كاينه ينتظر الجمهور كاينه مفاجاه مع ملك الجمال فريز اللي توجد هذه السنه بملك الجمال فريز صابرين محمد جابر. اذا الحصري فريق العامل في ارت ميديا يعلن عن مفاجأة للجمهور يعني يعد برنامج خاص مع ملكة جمال فائزة بملكة جمال فراولة هذه السنة. واحد الإضافة أخرى سي عبد القادر بالنسبة للصفحة ديال ارت ميديا دابا بديناها محلية كتهتم غير بالنسبة لإقليم العرائش عملنا آخر حلقة كانت حلقة مع واحد مجموعة ديال مغني الراب في مدينة القصر الكبير عندهم واحد الشعبية كبيرة في مدينة القصر الكبير وصدروا واحد الأغنية ثلاثية على هامش إقامة مهرجان العرائش الدولي انتوما بالنسبة لكم شنو هي المفاجآت اللي كتوعدوا بها الجمهور باش تقدموا شي تغطية تكون متميزة هذا المهرجان؟ أهم اللي عندنا حنايا في التغطية هي أنها تكون جودة ومصداقية في المقابلات هي أهم حاجة عندنا بالنسبة للصفحة. إذا ترقبوا تغطية متميزة